مرحبا، إذا سبق لك وأن درست المحاسبة في المدرسة أو في أي مكان كيفما كان، أو قرأت أي كتاب يتحدث عن الاستثمار أو المال بشكل عام، أنا متأكد أنك سمعت بهاتين الكلمتين الأصول والخصوم، وعادة يتم الخلط بينهما. لكن في هذا الفيديو سنوضح الفرق بينهما وعلى ماذا يجب أن تركز أكثر، لذلك ركز ثم ركز لأن الأمر مهم. الخصوم والأصول كلها أشياء نملكها، لكن الفرق بينهما ببساطة هو أن الأصول هي كل ما يجعلك تربح مبالغ من امتلاكها، أما الخصوم فهي كل شيء يسحب منك مبالغ مالية. هل فهمت أو أعيد؟ قلت أن الأصول هي كل ما يضيف مبالغ مالية إلى حسابك، أما الخصوم فهي كل ما يجعل حسابك البنكي يفقد قيمته. فمثلا لديك قطعة أرض مستأجرة لأحد الأشخاص فهي تعتبر أصلا، أو لديك منزل مستأجر فهو في هذه الحالة أيضا أصلا. لكن إذا كان لديك منزل تسكنه أنت وعائلتك فهو في هذه الحالة يعتبر خصما، لأنك تقوم بالإنفاق من أجل الصيانة والإصلاحات وكل تلك الأمور. وهذا ما يجعلني أسألك هذا السؤال، ما الذي ستركز عليه أكثر؟ هل الخصوم أم الأصول؟ لو كنت في حالة ذهنية مناسبة فجوابك سيكون بالتأكيد الأصول، صحيح؟ وهذا بالضبط ما يفعله الأثرياء، فهم لا يركزون أبدا على الممتلكات، بل يركزون على الممتلكات التي تعود عليهم بدخل مستمر. ولهذا بالضبط عندما سئل إيلون ماسك عن سبب عدم امتلاكه للأشياء رد قائلا: امتلاك الأشياء يثقل كاهل الإنسان. هو على حق، لأنه يقصد أن امتلاك الأشياء التي لا فائدة منها تعتبر ثقلا على الإنسان. لكن يبقى السؤال هنا، كيف أعرف الأصول المناسبة ما دام أن هناك فائدة من امتلاكها؟ وكما تعرفون أن مجال الاستثمار مجال ضخم جدا، ونحن قمنا بإعداد فيديو سابقا تحت عنوان 5 قواعد استثمارية مقدمة من واريان بافيت، سأترك لكم رابط الفيديو في صندوق الوصف. لكن دعونا نذكر بأهم قاعدتين في الاستثمار حسب واريان بافيت. القاعدة الأولى: لا تخسر المال أبدا. أما القاعدة الثانية فهي أن لا تنسى القاعدة الأولى. كأن واريان بافيت يريد أن يقول لك قبل أن تدخل في أي عملية استثمارية احسب أسوأ الاحتمالات التي من الممكن أن تحدث، بعدها قرر ماذا ستفعل. وإلى هنا نكون قد أنهينا هذا الفيديو، أتمنى أن أكون قد أضفت بعض المعلومات إلى رصيدك المعرفي فيما يتعلق بالمال عامة، وشكرا لك على مشاهدة الفيديو، وأراك قريبا جدا إن شاء الله.